أنا أبويا مصاب بفيروس كورونا، كان يعاني من أزمة كلش تعبانه، وحاليا انتقل إلى رحمة الله بعد مرور ومحاربة الفيروس 13 يوم. هاي وضعيته، شوفوه، هاي وضعيته. هذا أبوي، هذا ميت من الساعة بثلاثة، من الساعة بثلاثة الفجر، والحد الآن، لحد الآن ماكو واحد إجا استلم الجثة مالته. هاي وضعيته، هاي وضعيته. ما عندنا مستشفيات، ما عندنا طبابة، ما عندنا كل شيء، ما عندنا. شو نسوي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل. هاي وضعية البشر، هذا وضعية العراقي، هذا الدول الأوروبا هيك وضعيته. يعني من الساعة بثلاثة الفجر لحد الآن منتظرنا واحد دورية وحدة، لو حتى مسعف، لو حتى إسعاف يجي يشيل الجثة. الله أكبر، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. هاي وضعيته، لا اله الا الله. شو نسوي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا طبعا غرفه مبوءه، وانا ما مضروب، انسان نظيف، كل شيء ما عندي. شو نسوي؟ امر الى الله. هاي وضعيتنا، وظالين منتظرين رحمه الله. شو وقت؟ ما اعرف، ادفنا بالبيت، ما اعرف شو اسوي. فهمون انت شو اسوي؟ ما عندي حل. ما ادفنا بالبيت اشرفي، لا يقبل نقله بسياره ولا تجينا اسعاف. ما خابرت جهات كوما، ما وضعية كلش تعبان، وضعية كلش تعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال الرسائل النصية التي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع طبعا بداية الحلقة كما شاهدتم هي موضوع قضية أزمة كورونا والإمكانيات الطبية والتجهيزات لمساعدة المرضى والمصابين، لكن احنا اليوم حنتكلم عن الجانب الاقتصادي ودخول العراق في النفق المظلم واقترابه من الإفلاس الرسمي. صوت مجلس النواب طبعا على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي في موازنة 2020. القانون تضمن تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا بسقف 5 مليارات دولار من الخارج و15 أو 13 مليار دولار من الداخل. يقول عضو اللجنة الاقتصادية، تقول عضوة اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودة، إن تصويت البرلمان على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيرهن البلد بشروط وفوائد الاقتراض، وسيكبل الحكومة والأجيال المقبلة بأعباء ثقيلة. أوضحت أن العراق اقترض نحو 26 مليار دولار ترتبت عليها تبعات وفوائد مالية تزداد بمرور الأيام، وبيّنت أن الفوائد المتحصلة من الاقتراض لا تتناسب مع المشكلة والأعباء الاقتصادية الضخمة التي سيتسبب بها، وأضافت أن البلاد لديها موارد عديدة غير النفط يمكن أن تستثمر لمعالجة الأزمة الاقتصادية من دون الحاجة إلى الذهاب للاقتراض. النائب عن تحالف سائرون غايب العميري يقول يحذر من اللجوء إلى الاقتراض لتغطية النفقات المالية في ظل العجز في الميزانية، ويقول أن الاقتراض ليس حلا للأزمة وقد يكون حلا مؤقتا لمدة 4 أشهر، مشيرا إلى أن الكتل السياسية لم تحسم أمرها إزاء قانون الاقتراض الداخلي، ويقول أن هناك توجه بين كل الاقتراض الداخلي وإلغاء الاقتراض الخارجي. يعني بشكل عام العراق يتجه إلى الاقتراض. ليش يتجه إلى الاقتراض؟ لأن العراق فلس رسميا، لا تمتلك الدولة القدرة على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وكل ما يتطلبه البلد من تكاليف ومصاريف للناس، إعالة المتضررين إن كانوا من النساء، من شريحة النساء، بالرعاية الاجتماعية أو غيرها. طبعا العراق لا يملك هذه الأموال ويحتاج أن يقترض لكي يقوم بسداد هذه التكاليف وهذه المستحقات. طيب ليش وصل العراق إلى هذا السبب وإلى هذا الحال؟ طبعا بسبب السياسات الخاطئة، لكن دعونا يعني نوضح أنه العراق من 2003 إلى غاية هذه اللحظة شنو هي الأموال اللي دخلت إلى خزينة الدولة؟ كم مبلغ الذي دخل إلى خزينة الدولة العراقية؟ لدي هنا الميزانيات التي تم استلامها من قبل الحكومات المتعاقبة من 2003 ولغاية هذه اللحظة.
ب 2003 14 مليار دولار دخلت الى خزينه، كانت الموازنه عباره عن 14 مليار دولار في عام 2003، ارتفعت الى 18 مليار دولار في عام 2014، ووصلت الى 26 مليار دولار في عام 2005 2004 2005. وفي 2006 كانت بحدود 34 مليار دولار، في 2007 وصلت الى 42 مليار دولار ميزانيه العراق، في 2008 وصلت إلى 70 مليار دولار أمريكي، ووصلت في عام 2009 إلى 74 مليار دولار، وفي عام 2010 زادت بواقع مليار فقط لتصبح 75 مليار دولار، 2011 وصلت إلى 84 مليار دولار أمريكي، في عام 2012 وصلت إلى 101 مليار دولار أمريكي، في عام 2013 صارت الميزانية 120 مليار دولار، وفي عام 2014 وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار أمريكي. تعتبر طبعا عام 2014 هي السنة الأعلى بموازنات العراق. ب 2015 وصلت الميزانية إلى 105 مليارات دولار طبعا، و 2016 وصلت إلى 95 مليار، 2017 68 مليار دولار، و2018 88.5 مليار دولار، و2019 112 مليار، بعجز تجاوز ال 20 مليار. وطبعا 2020 لغايه هاي اللحظه ما نفتهم شنو هي الموازنه، وعندنا قانون الاقتراض. هاي ميزانيات العراق اذا جمعناها مشاهدينا الكرام تصير تريليون و171 مليار و600 مليون دولار، هذا ما أقرته الحكومة. طبعا هناك مبالغ أيضا مختفية ولا أحد يعلم أين ذهبت، بس هذا تريليون و171 مليار دولار، أين ذهبت هذه الأموال ليصل العراق الآن إلى الاقتراض؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في هذه الحلقة اليوم. من معنا؟ السيدة أم مريم من الفلوجة، تفضل يا أم مريم. نعم أستاذ، على مدى الكورونا يعني لا إذا محتارين أموال ولا يعني ما تسوي شيء، يعني لا اجهزه ولا تعويضات وما انطوا كل شيء، يعني وين الخزينه راحت يعني؟ نعم ما انطوا ولا جهه انطاهم، يعني انطوا كم واحد والباقي ما انطاهم. ولا رعايه اجتماعيه، هاي ست شهور ما حد مستلم رعايه اجتماعيه، ولا يعني المعتقلين انطاهم رواتب، ولا ما انطوا يعني رواتب، ما انطوا رواتب. نعم احنا ناكد يعني من قناتكم، يعني في ثلاث ايام امراض كورونا، يعني علاجات نريد نوديهم ما يخلونا نوديهم، ياخذون بطل، يعني تعقيمات ماكو. نعم. يعني تشافون تعقيمات، مي ماكو. يعني حتى ملابس، يعني الملابس اللابسين يعني حتى هي تجيبلهم كورونا. يعني فراشهم يعني كل 15 يوم يداشرونه يعني مره، وقتل ماكو يعني حتى لا تعقيمات ولا كل شيء. احنا نطلب من القاضي ومحمد الحلبوسي، نطلب من المنظمه الانسانيه يعني شوف تنضرب على سجناء، تبقى عفو عام، عفو عام تبيض السجون. طيب يعني عشان نخليهم يعني اطفالهم وابنائهم ينتظرون بهم واخوانهم. نعم يعني نعم. مو حرام عليهم يعني كانوا نسوي يعني يعني والله مأساة يعني يعني عيشت ناس بدون يعني يعني حتى نعم. المرة يعني بالليل تخاف يعني ماكو يعني يعني مرة واحدة وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني يطلبون قناتكم، يطلبوا العفو العام، نطلب محمد الحلبوسي، نطلب نطلبوا الكاظمي، يعني قالوا قاعدات عفو عام، طبعا عفو خاص، العفو خاص ما يكمل أحد، هم كلهم في يعني هم كلهم أبرياء، يعني يأخذون من البيوت والقاضي يحكم عليهم إحجام. نعم أنا أشكرك يا أم مريم من الفلوجة، وضحت الفكرة. وزارة الصحة طبعا بالحديث عن موضوع مثل ما فتحت السيدة أم مريم حديثها عن موضوع فيروس كورونا والمأساة اللي يعيشها العراقيون في المستشفيات، مسؤولون ومختصون عراقيون كشفوا لصحيفة عربي 21 أن العراق يمتلك جهاز تنفس اصطناعي واحد و2500 سرير مخصصة للعناية المركزة وهي الطاقة القصوى للبلاد. جهاز تنفس اصطناعي واحد و2500 سرير للعناية المركزة. يعني احنا نسأل انه وزارة الصحة الميزانيات المخصصة لها وين راحت حتى يكون للعراق بس 2500 سرير للعناية المركزة؟ طبعا حتى شوية نتكلم ايضا بلغة الارقام عن ماذا كانت يمكن أن تقدم لنا هذه الأموال
اللي كانت موجودة في موازنات العراق أكثر من تريليون دولار أمريكي. تركيا افتتحت ثالث أكبر مستشفى على مستوى العالم من حيث المساحة، وأكبر مستشفى على مستوى أوروبا، يستوعب 100 مريض يوميا. طبعا صارت التكلفة 890 مليون يورو، ثالث أكبر مستشفى على مستوى العالم من حيث المساحة، يشغل 1500 شخص في هذه المستشفى، يعني أقل من مليار يورو، أقل من مليار يورو، يعني خلينا نقول أقل من مليار دولار، وإحنا عندنا تريليون. يعني مشاهدينا الكرام، مليار دولار تم بناء، أقل من مليار دولار تم بناء ثالث أكبر مستشفى على مستوى العالم، يعني بأقل من هذا المبلغ يتم بناء عدد كبير جدا من المستشفيات العادية، المراكز الصحية. يتم تجهيز العراق بعشرات الآلاف من الأسرة ومن الأجهزة للتنفس الاصطناعي وغيرها من هذه التجهيزات الطبية. من معنا الآن؟ السيد عقيل من بغداد، تفضل يا عقيل. عقيل أريد منك تنصي صوت التلفزيون لو سمحت. أنا واضح، نعم. تفضل يا عقيل. ألو، عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، بالنسبة أموال العراق اللي إذا تحكي عنها هسه، أنت حضرتك يعني الشعب العراقي أصبح أمام، يعني كل الأمور واضحة قدامه. نعم. شلون واضحة؟ بالنسبة للأموال اللي راحت مال العراق، اللي نهبتها الأحزاب السياسية، واللي أكثرها طلعت للخارج، الزراعة انتهت، الصناعة انتهت، ما بقى شيء عند العراق سوى النفط. النفط اللي هسه 95% من واردات النفط اللي هي رواتب للموظفين والمتقاعدين. نعم. نرجع الى مسألة الكورونا. المرض هذا، المرض يا اخي العزيز، مرض راح يخلونا شماعة وهمي ذريعة، لانه هذا الاموال واللي حصلها احنا بالنسبة يعني وضعية هذا المرض، مرض فعلا خطير ويقتل. نعم. لكن من انت تسوي هالشغلات هاي؟ انت وصلت يعني الناس لتاخذ اجراءات بالنسبه للكمامه. هاي ملاحظه قويه ترى، ولازم يفهم الشعب العراقي. نعم. الكمامه اللي موجوده هسه والله العظيم اقدر اقول لك 50 60 70% الناس قامت تذب الكمامه. ليش؟ قام يتخوفون. نعم. اخي العزيز، قام يتخوفون، يقول لك هاي الكمامه لو تجي من ايران، هاي ربما هي فعلا ملوثه. منو؟ نعم. يعني ظاهر الشعب العراقي والجريح يا اخي العزيز، وان شاء الله ان شاء الله. نعم. ما ظل هيك ان شاء الله الامور وتصبى على العراقيين بالخير والسلام ان شاء الله، والله يحفظ الكل. واحنا اقدر اقول لك الشيء واحد بعد. نعم. مهم، وهو انه الشعب العراقي لازم ينتبه، لازم ينتبه للمؤامره الامريكيه الايرانيه. خاف واحد يقول لي ايران ضد امريكا، اقول له لا تكذب، لان امريكا وايران حاله واحده اخي العزيز، حاله واحده في القضاء على الدول العربيه وبالاخص العراق. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك السيد عقيل من بغداد. طبعا نكمل حقيقه الحديث بلغه الارقام اليوم، لانه لما نشوف انه مستشفيات العراق خاليه في اغلبها من أنابيب الأكسجين الخاصة بتنفس مرضى فيروس كورونا، المصابين بفيروس كورونا، واللي يعتمدون اعتماد أساسي على الأكسجين لإنعاش الرئة بسبب أن هذا الفيروس يصيب الرئة ويوقف عملها وبالتالي يسبب الوفاة للمرضى طبعا من تأثيراته. نرى بأن هناك نقص كبير جدا بالأنابيب الأكسجين في أغلب مستشفيات العراق الآن. وعندما نتحدث بلغة الأرقام وذكر هذه المليارات، نقول إنه وين هاي الفلوس اللي ما قدرت حتى تجهز الوزارات المتعاقبة، طبعا ما قدرت تجهز المستشفيات بأنابيب الأكسجين الخاصة ليس فقط للمصابي فيروس كورونا، وإنما حتى لأي شخص يدخل إلى العناية المركزة
في كثير من الحالات المرضية بشكل عام. معنا الآن السيد أبو عبد الله من بغداد، ونعود لنكمل الحديث بلغة الأرقام بعد قليل. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نشكركم على هالبرامج الرائعة. الله يسلمك. اللي تقدموها. لكن يجب أن يعرف كل عربي وكل عراقي وكل مسلم. نعم. أنه العراق مستهدف من 91 بل من 78. عندما عقد مؤتمر القمة بعد زيارة السادات إلى إسرائيل. وجو الصهاينة العرب. اللي حضروا المؤتمر ايضا مؤتمر السمة في بغداد. ابو عبد الله بس حتى لا نرجع بالتاريخ بعيد حيل، احنا خلينا باليوم. باليوم الغزو الامريكي الايراني الاسرائيلي للعراق اللي صار من 2003، احنا ما نريد نرجع لل 71 تقول القديم. اي نعم. زين، من 2003 هذا الغزو هو غايته اركاع العراق. هو غايته إذلال العراق. نعم. هو غايته إفقار العراق. هو غايته تدمير العراق. هو غايته نعم. قتل العراقي. قتل العراقي بمعنى القتل القوي. نعم. يعني قتل مبادئ كرامته، شهامته، عروبته، إسلامه، عراقيته. يعني هاي كلها هو شيء مبرمج. نعم. أما العلاقة بين أمريكا وإيران وإسرائيل واضحة للعالم. طيب هاي الإرادة الدولية إحنا ما نختلف، الإرادة الدولية ما يختلف عليها اثنين أن هناك إرادة دولية ومصلحة، لكن إحنا نسأل يا أبو عبد الله، نقول ذول اللي اسمهم عراقيين اللي دي حكمون من 2003 ولغاية اليوم، اللي يقولون إحنا عراقيين وإحنا أولاد البلد وإحنا اللي انظلمنا وإحنا اللي اضطهدنا ودي أخذون هسه ويكرفون بهالمليارات من الدولارات على حساب الناس البسطاء، ذولا وينهم وين بلدهم؟ ايش قدموا وايش سووا للعراقيين وايش قدموا للبلد بشكل عام؟ وهم اللي يقولون احنا كنا مضطهدين. طيب المضطهد غير المفروض يباوع على اللي عايش بحياه تعيسه مثل العراق اليوم، الناس اللي تبحث بالنفايات عن الطعام، الناس اللي ما تلقى حتى انبوبه اكسجين بالمستشفيات، ذولا مو المفروض يحسون بالمظلوم؟ مو المفروض يحسون بالمضطهد؟ انت تقول دول مضطهدين، دول مو مضطهدين، دول ما كانوا مضطهدين، دول كانوا ياخذون من اموال العراق 16 ورقه و15 ورقه وهم قاعدين برا. دول كانت ضمن اتفاقيه الغذاء مقابل النفط كانوا ياخذون اموال العراقيين ياخذون اموال العراقيين من الخزينه العراقيه من اموال النفط من نقبه العراقي اللي عايش داخل العراق. المناضل هو اللي يناضل داخل بلده مو يقعد برا ويقول أنا مناضل، مو هو مترفه هناك وما حاس بالضيم ويقول أنا مناضل. المناضل اللي عاش الحصار، الحصار اللي عاشه العراقيين. نعم. العراقيين اللي عاشوا الحصار هم ذول العراقيين، أما العراقي اللي يحمل جنسيتين هذا مو عراقي، لأنه أبدا ما هو ولاء للعراق، ولذلك تشوفهم كل من يخلص واجبه بعد الجوز والنهب يرجع إلى ذاك البلد، ما يبقى بالعراق. نعم. ليش؟ لأنه هو مو عراقي. وذولا كلهم اللي حكموا من 2003 لحد الان وبالمستقبل اذا حكموا ويحمل جنسيتين هو مو عراقي. لا تقول لي عراقي ابدا، ذولا ما يحملون اي روح عراقيه. لا نفس عراقي. وذولا عشائرهم المفروض العبر ذولا اهل العشائر والقبائل ذولا المفروض يتبرون منهم. يتبرون منهم. وذولا اهل العمايم سواء سنة أو شيعة المفروض يتبرون منهم. لأنه ذولا عار على العراق، عار على الدين، عار على المذاهب، عار على القومية، عار على كل نفس عراقي. ذولا مو عراقيين. العراقي هو اللي يبدي نفسه للعراق، يبدي نفسه لشعب العراق، مو العراقي اللي يبدي نفسه إلى إيران يصير بقرة حروب في إيران. نعم. إيش احنا نستورد من إيران؟ ليش نستورد من إيران؟ شنو نستورد من إيران؟ شنو بيش احسن من عندنا؟ وبحيث انهم يصنعون ويصدرون لنا. بيش على اي اساس استورد من ايران؟ زين؟ يعني هذا مو عقل، يعني هذا العراقي كل شيء فيه، الابداع، الفكر، الشهامه، الرجوله، الفداء، كله موجود بالعراقيين. أنا أشكرك يا سيد أبو عبد الله من بغداد وضحت الفكرة. معنا السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل يا أبو الحسن.
رايحين هناك. ابو الحسن نص صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. استاذ محمد، بالنسبه للحكومه هاي وحول شركه اموال العراق والتدهور الصحي في العراق نتيجه الفيروس اللي هسه حاليا ايضا ما قادرين يسيطرون لا وزاره الصحه ولا الحكومه القائمه الان على الفيروس، بالاضافه الى هذا سرقة أموال العراق من 2003. نعم. قادرين أن يبنون مستشفيات، أكثر من 200 مستشفى في كل محافظة، 11 مستشفيات. نعم. بهاي الأموال اللي سرق هذول جوي لتدمير العراق، ليس معارضة ولا مظلومين، وإنما مجموعة من السراق والقتلة كانوا هذول عصابات تعيش في الأهوار، وارتباطها كان ارتباط مع ايران. هذول ما يمثلون الحكومه واحزابها وميليشياتها، ما يمثلون الشعب العراقي بكل طوافه، لانه دمروا العراق بعد 2003. نعم. كان النظام السابق الوضع الصحي مجانيه الصحه، او مثلا اللي يراجع المواطن الى مستشفى الادويه كانت مجانيه. ابو الحسن يعني المستشفى. احنا نقول انه كل واحد من ذول السياسيين يجون، وخاصه من تسلم منصب رئاسه الوزراء، يعد بالضرب بيد من حديد للفاسدين، وسيلاحق وسيحاسب وسيحاول اعاده اموال الدوله المسروقه. وين هاي الوعود؟ ومصطفى الكاظمي مستمر على نفس النهج طبعا، نفس الوعود ونفس الكلام الفاضي. وين هاي الوعود؟ استاذ محمد، هم يوعدون وانما هم جزء من عمليه السرقه. عندك عادل عبد المهدي، احنا نتذكر من قد ما سرقوا اموال العفو مصرف الزويه، وايضا قتل مجموعه من الحراس مال مصرف الزويه. هذا يفترض انه عادل عبد المهدي يقدم ويحاكم حال اي مواطن يرتكب. يعني ابسط شيء، طفل صغير باقتلينس قدموا محكمه وحكموه. نعم. واللي يبوق مليارات الدولارات ومليارات من اموال العراق يقولون احنا راح نشكل لجنه تحقيقية على الفاسدين والسراق، وبالتالي هم جزء من العمليه السياسيه وجزء من السراق، لانه عادل عبد المهدي وحيدر العبادي والمالكي هم هدروا مال العام وسرقوه وعبروه الى ايران والى دول اخرى. نعم. فهذول يفترض انه هذول يحاسبون ويتعلقون على بالمشانق على سيول على سيول الكهرباء في. نعم. كل المحافظات حتى تصير عبره لمن اعتبر، وبالتالي ترجع كل اموال العراق. والا اذا استمر هذا العمل راح تبقى الاجيال العراق مطلوبه الى مدى. نعم. بعيد جدا. انا اشكرك يا سيد ابو الحسن، وضحت الفكره. شكرا جزيلا للمشاركه معنا. السيد سعد من الكويت، سعد من السعوديه، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا اخوانا الكريم، وبارك الله في اهل العراق ان شاء الله، والنصر ان شاء الله لهم. هذه العصابه المجرمه تلطخت ايديها بالدماء. نعم. في جميع اقطار العراق، وهم يعرفون انه مجرد انه تقديم اي مساعده او تقديم اي عفو للسجناء او تقديم اي حاجه ما راح يفلتون من العقاب. عشان كذا متوغلين ويحاولون يبطشون فيما ويسرقون اكبر عدد، لانهم يظنون بجنسياتهم من الزوجه هذه انهم بيفرون من العداله، وما دروا ما يعلمون ان الله توعد للنصر على المظلوم، انه ينصر ان شاء الله حتى لو كان. نعم. كافر. وان شاء الله العصابه لن تفلت ان شاء الله، لا من اهل العراق ولا من اهل الدول العربيه. انا قصدت العرب نحن. نعم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في ما يعيد ان شاء الله العيد الكبير هذا، الا ان شاء الله ما يبقى ولا واحد من هذه العصابه، ومحارين ومحاسبين. نعم. والعراقيين قادرين ان شاء الله، والصبر ان شاء الله، وان شاء الله بينصرهم الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لك سيد سعد من السعوديه. معنا ابو الحسن من صلاح الدين، تفضل يا ابو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احب انوه على كم نقطه مهمات يعني على هذا الحكومه اللي عندنا هسه. نعم. هذا الحكومه احنا من جيت احنا على اساس حكومه اصلاح، انا ما شفنا اصلاح لحد الان. نعم. لحد الان ما شفنا اي اصلاح. يعني انا هسه انا قاعد بالبيت انا كاسب. احنا وين الاصلاحات؟ وين الاصلاحات؟ من قعدتونا بالبيت غير تنطونا شيء بديل يا حكومه. غير تنطونا ساعاني قبل سجال. والله العظيم والله العظيم نتقدم على نتعشى ما يصير. ما يصير يا حكومتنا، ما يصير يا حكومتنا، انتم جيتوا باصلاحات شو اصلاحات؟ ما شفنا اي اصلاح. كله فوق بفوق، يصير مريض يموت توفى وفاه طبيعيه يسجلون كورونا حتى ياخذون فلوس. ما يصير، والله ما يصير يا حكومتنا. احنا تعبنا منكم. تعب يا اخوي عوفوني، لا تحكمونا عوفوني. عوفوني عوفوني، احنا نحكم نفسنا. احنا نحكم نفسنا بنفسنا. نعم. والله حكومة تعبانة، حكومة دمرتني، حكومة جوعتني، حكومة خلتنا ناكل من النفايات، انت نوحت على هذا الموضوع وفعلا اكو ناس تاكل من النفايات. نعم. والله ناس كثيرة تاكل من النفايات. صحيح. وين اصلاحاتك؟ وين اصلاحاتك؟ ما اصلاحات. عمي كلهم والله العظيم كلهم سرقة وما يخافون الله. نعم. خافوا الله، خافوا الله حتى الله يوفقكم. هم اللي يخافون الله. ما شاب ان شاء الله العراق كل واحد حقه. انطوا الحصه التموينيه، انطوا على البطاقه، انطوا مبالغ ماليه على البطاقه التموينيه. انت اجبني عمي التمن جانا قبل كم يوم، والله ما لنا التمن للحيوانات. الحيوانات ما تاكلها. نعم. والله العظيم انطونا على البطاقه التموينيه فلوس. كنا فير انطوا 25000 بالشهر. هو انجاز من نفسه. وهي ال 25000 شو تجيب لك يا ابو الحسن يعني؟ عم والله ما تجيب كل شيء، بس عم خير ان التمن اللي يجيب لنا اياه. نعم. التمن اللي جابوا لنا اياه والله العظيم ما ينوكل. نعم. والله العظيم بالله الكريم ما ينوكل. من 2003 يجوا زعمنا بالمخازن. نعم. الله يكون بعونكم يا ابو الحسن. من صلاح الدين انا اشكرك للمشاركه. طبعا الاموال قيل انه صرف اكثر من 50 مليار دولار على قطاع الكهرباء بحسب المصادر الحكوميه طبعا والوثائق الرسميه الحكوميه، وهذه تصريحات من المسؤولين. 50 مليار دولار انصرفت على الكهرباء، والعراق يعاني من ازمه الكهرباء وانقطاعها المستمر وغيابها بشكل عام عن كثير من المحافظات العراقيه. بالنسبه لوزاره الصحه طبعا، والموضوع ايضا هو مرتبط، يعني بضعه اعوام ثلاث صفقات فساد في وزارة الصحة خسرت العراق نصف تريليون دينار عراقي، نصف تريليون دينار عراقي بزمن عديل حمود، اللي هي طبعا وكل السياسيين مشاهدين الكرام وكل المسؤولين اللي تمت في عهودهم صفقات فساد ودارت حولهم شبهات فساد لم يحاسبوا ولم يحاكموا ولا يزالون طلقاء يتمتعون بالثروة وبالأموال التي حصلوا عليها من هذه الصفقات. بزمن وزيرة الصحة السابقة عديل حمود تم استيراد 26140 أجلكم الله نعلا طبية، هاي طبعا استوردوها من البرتغال. سعره بالسوق العراقي نفسه أجلكم الله النعل سعره دولارين، اشترت الوزيرة ب 27 دولار أمريكي، قيمة الصفقة 900 مليون دولار. طيب يعني وين شنو الفائدة من هيك صفقة؟ تقول التقارير بأن هذا المبلغ اللي هو 900 مليون دولار أمريكي كان يكفي لبناء 20 مستوصف صحي، 20 مستوصف صحي، بدل ما تنفق ب 20 مستوصف صحي صرفتها الوزيرة على 26000 أجلكم الله نعال. ما المعنى الآن؟ أبو علي من النجف، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم اخ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحييك ونحيي هاي القناه المجاهده الناضله. الله يسلمك. ونحيي الشعب العراقي كافه. يا اخي العزيز، طبعا بالنسبه للموضوع الصحي يعني 2003 احنا بذاك الزمن الدول تاخذها ببلاش. وهسه المستشفيات كلها صارت اهليه مبطنه، يعني تعرف قصدي يعني مبطنه. هي بفلوس الحكومه بس مخلينها اهليه. والله لا. العظيم يا اخي العزيز قبل فتره انا اندحمت بكربله ومشيت للمستشفى قالوا لي ما بيك شيء على حسابي، واخذ شحات وطلع متني مخلوع خلع ومشيت الا على اهلي على حسابه 500000 ساعه واحده خذوا من عند ساعه واحده.
نعم. يعني ما يصير هاي كلها امانه يا اخي الحديث وماخذينه ويعني يسوون نعم. مستشفيات كلها اهليه، المدارس اهليه، وين ما تروح كلها اهلي، الحكومه النساء نعم. يعني مصطوى الشعب العراقي مصر الله وكيلك، حتى يعني مخلين حظر بالنسبه لحظر على عيني وراسي، اعطينا نعم. الكهرباء ما رايدين منك شيء، خلينا نموت من الجوع، خلينا نموت من العطش، بس الكهرباء ليش تقطعها؟ والله العظيم تجي لها ساعه واحده تنقطع خمس ساعه. هذا المعدل اليومي يا ابو علي؟ هذا المعدل اليومي مال الكهرباء عندكم؟ اي والله يوميه، هسه عجزت له ساعه واحده، يقطع الساعه 11، يعني بعد ساعه يقطع، والبق قاطعنا قطيعه جاي يدوا يطول. وشوف نعم. يعني حتى ابو المولده سحبت ما عندي فلوس، قطعت وايرين من ابو المولد، يعني يريد بشهر 60,000، انا ميلي 60,000. نعم. وهاي مال المنحه قدمت عليها، والله العظيم بس الواسطه، طلع عنده واسطه طلع اسمه. وانا بديت فلوس على الانترنت وقدمت على مال الرعايه 10 مرات وبس عنده واسطه والعنده حزب يطلع اسمه، والله العظيم اعرف وين جماعه. نعم. قالوا يا بروح يا الاحزاب خلي مشروع عيني، خلي عيني بعين الله. واذا مشت معاه ما ستة ونعم بالله. وبالاخير ما مشوها، ما مشوا معاه، ما شاء الله شاهد، وهسه كل شيء ما عندي لا راتب ولا هاي. انا ما اتنوع، المتنوع لله. يعني شوف الظلم الصار، الفقير ما يعيش. يعني اللي عنده حزب، اللي عنده كل شيء يستحق. كل ما عنده يخاف فيكم الله. وشوفوا من هبون الهيبه، انا براح يستلم له بالشهر 27 مليون الله يقبله، وانا في الشيء ما استلم، والله العظيم لنا نهار رفعه يعني منطقه شوف بيوت هواد، يعني كل واحد يستلم 27 مليون، وواحد عنده بنزين خانه هم يستلم بالشهر 27 مليون، والفقير في الشيء ما يستلم. يعني هي عداله اللي يقولون احنا نمشي على منهج الامام علي ونمشي على منهج البيت ونمشي على الرسول، والله نعم. العظيم كلنا شرف، يعني هذا كله ضايقين الدين بوك. نعم. يعني يا اخي العزيز نعم. واحنا نترجم من قناتكم هاي المجاهده يعني تصرخ بصوت المظلوم ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله يا ابو علي، احنا ان شاء الله دوما صوتكم يا رب نكون مستمرين. والله صوتكم يعني هذا الوطني، الله يشفيكم الله يسلمك، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك، الله يبارك بك، الله يكون بعونك يا ابو علي من النجف. يقهر الموضوع ويؤلم عندما نسمع انه مواطن عراقي عايش ببلده ما يحصل فلس احمر من هاي الحكومه، وذولا اللي سببوا الفوضى وجوي يرجعون بحجه ان هم اصحاب الانتفاضه الشعبانيه اللي جماعه رفحاء، يرجعون ياخذون 3 ملايين دينار عراقي للنفر الواحد شهريا. طبعا هو طلع اعزب، تزوج وخلف ورجع، وكل اللي تحت يعني خلفته الزوجة والأبناء يستلمون مبلغ 3 ملايين دينار، وحسبوا كم طفل عنده وكم ابن عنده. ولذلك هم يطلعون شايلين سلاح ويقطعون طرق، قطاع الطرق ذولا بالبصرة وغيرها من ذولا جماعة رفحاء، لأنه ما يناسبهم الوضع مال أنه تنقطع رواتبهم، يعترضون على هذا الموضوع لأنه ما يناسبهم هذا الكلام. عندهم استعداد يحرقوا للعراق حتى مخصصاتهم وامتيازاتهم تبقى، ويظل ابن العراق يعاني بالنجف وكربلاء وبغيرها من المحافظات، يعاني الفقر والعازة والحاجة وغيرها من هذه المعاناة والمأساة. أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة لهذا القرار اليوم اللي اتخذوه بالاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، نعم، اولا هو اي ازمه، ثانيا هم دائما من 2003 الى الان يقيسون الموازنه السنويه فقط على واردات النفط، نعم، وتورد مال اخر ما يقيسوه. السبب نعم. ليش؟ السبب واضح، انه سرقه كامله لاموال وثروات الشعب العراقي، وهم اللي سنوا قانون النفط والغاز وقالوا راح نعطي المواطن العراقي حصه من النفط والغاز، انه بيحقوه حتى على لقمه الخبز. نعم. زين؟ ومثل ما اسلفت في قبل كم يوم وفي كل مره وباعترافهم، خزين البنك المركزي العراقي 96 مليار دولار و93 طن ذهب. نعم. هذني الا مضامين حتى يسوون قرار، واليوم بالاجماع مو ذني ابو زينب مو ذني، اذا مدوا ايدهم عليها حتنهار العمله وحيفلس البلد رسميا، يعني هم ما لهم فلوس اصلا حتى يعوضون اللي حيصرفوه من الخزين الاحتياطي.
مو هذا زين هو غير موجود للازمات هم ماشي ماشي ما انت يعني بهذا الكلام بدي اتكلم دول المفروض بدي اتكلم دوله محترمه يعني مثلا دول المحيطه بينا على سبيل المثال تركيا تركيا استخدمت من الاحتياطي مالتها انخفض قيمه الاحتياطي لانه دخلت في ازمه لكن رجعت وعوضتها لانه عندها الوسائل اللي تعوض بها خزينها الاحتياطي النقدي مالتها. طيب احنا منين نعوض؟ ذولا اللي موجودين بالحكم منين حيعوضون اذا صرفوا من الاحتياطي النقدي العراقي وخلصوا على الذهب؟ منين حيعوضون؟ يعوضون بالمنافذ الحدوديه اللي توصل بين 100 و120 مليار دولار بالسنه عدا واردات النفط. يعوضون بالترانسيتات، يعوضون بالسياحه الدينيه والسياحه الاثاريه. زين 5000 مصنع حكومي ومعمل مغلقه من 2000 الان ليش؟ وسرحوا كل العمال والمهندسين وطلعوهم. نعم. خلونا بلد مستورد من ايران حتى الطماطم والخيار نجيبه. نعم. زين نعم. العراق بلد النهرين مستورد مي مقطر ما ادري مي مال شرب من نعم. الكويت الكويت من بيها لا ساقيه واحده ما بيها. نعم. ونستورد مي من السعودية وأحنا ما شاء الله بحيرات ونهرين وجداول وكذا. فهذول هو القياس خطأ من الأساس. يردون يوهمون أو يتقصدون بالعملية لأنه الموازنة السنوية في كل سنة لا تقاس إلا فقط على النفط بينما موجود 31 مورد آخر. نعم. ياخذون بس مورد النفط و30 مورد لهم. يعني هذا اذا تجمعه وهذا مو رايي، راي خبراء اقتصاديين كبار. نعم. بين 300 الى 350 مليار دولار. بعد وين العجز؟ ماكو عجز اساسا، ويروحون يركضون على الموظف المقروض المسكين. زين؟ والمهزله اللي صارت ذاك اليوم مال هذول ذوي الحاجه بسبب كورونا وكذا. واقفين بذاك الشمس والحر والموت والعذاب وعود يطلع اسمك 30,000 دينار ما يستحون، مو عيب عليهم يعني 25 دولار بالشهر يشربك وهذا 25 دولار تكفي خمس دقائق. نعم. واحد من ضمنهم هذا عن العلاق ما اسمه اللي يقول ايران هي الدوله العميقه للعراق، هذا ياخذ 34 راتب، اريد اشوف مال شلون مال شنو هذا 34 راتب؟ نعم. شلون حسبوها؟ يعني شنو انجازاته؟ 34 راتب شلون؟ زين 650 الف موظف فضائي. نعم. 350 الف واحد ياخذون على ثلاث رواتب وغيرها وغيرها وغيرها، تجي نعم. رئاسة الثلاث، رئيس الجمهورية والنائب، مجلس النواب والنائبين. ورئيس الوزراء والنائبين راتب الشهر الواحد من عندهم ذولا 9 مليون دولار. مليون دولار يعني مليار و200 مليون دينار عراقي بالشهر. هذا لو يمشي عليه هم يخلصن. هذا شوف هذا يطو هذا المبلغ شنو؟ يعني مبلغ فوق الخيال والشعب كاتله جوع. نعم. وان شاء الله 1/7 اذا بيحط الشعب العراقي يطلع ثوره وشكرا. شكرا يا ابو زينب من النجف. ابو محمد من بغداد ويانا تفضل. السلام عليكم عزيزي، شلونك؟ شلون صحتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اقول لك خير الكلام ما قل ودل. نعم. هي المشكله يعني في العراق الشعب ينتهي من النار، 40 مليون لا حول ولا قوه. فاحنا نسال من الله سبحانه وتعالى ان يجفف النفط في العراق حتى السياسيين يتركون البلد يطلعون. عادي هسه يدينون، ما عندهم مشكله، هم عندهم استعداد يبقون بالدين وبالقروض ويدخلون اجيالنا المستقبليه انه يبيعون اصلا العراق كله بهاي الديون والقروض، ما عندهم مشكله عادي يدينون. اخي العزيز ما في كل حل بالعراق، يعني كل حل بالعراق ما يصير الا ان يتدخل الله سبحانه وتعالى ويحل هاي المشكله يعني. وهذا المرض اللي الان موجود مرض كورونا. نعم. هو مرض يعني أسفع مرض بالعالم، فالله سبحانه وتعالى قال لهم انتوا يا دول العالم يلي فسدتوا في الارض انا بعثت لكم هذا المرض السخيف اذلك الله حتى يدمر اقتصادكم. نعم. العراق اذا مو الشعب يتحد سنه وشيعه وكل الطوائف
يتعبدون ويعبدون بس الله سبحانه وتعالى، ويتركون الرموز ويتركون العمايم ويتركون العقل. ذاك الوقت العراق يطفى ويصير فيه خير وبركة. أما الآن الابتلاءات تمر أكثر وأكثر وقادم أسوأ من هذا الشيء. طيب أخي العزيز، لا توجد وجبة، وجبة غذائية الآن لا توجد. أطفال طحين سيال ما ينقبل، السمن معجن ما تأكله حسب سامع البهايم. هذا مو استخفاف بالشعب. 40 مليون نسمة، السلام لو كنت فكله يبقى سياسة فاسد العراق، لكن مع الأسف الشعب العراقي شعب انتهى. بقايا شعب، احنا عزيزي احنا مو شعب، احنا شعب منهار، شعب جاهل. يعني ابو محمد شيء. ابو محمد نتحفظ طبعا، لانه التعميم غير صحيح، لا يجوز التعميم، امر خاطئ. انا اتفهم 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 مشاعرك، لكن لن اعمم، يعني التعميم غير صحيح. بس لما خدمك احنا الان صار 17 سنه، شنو اللي سواه الشعب العراقي؟ 17 سنة. والمظاهرات اللي طلعت ومستمرة يا أبو محمد، المظاهرات والثورات اللي طلعت مستمرة من يعني من أول يوم من الاحتلال ولغاية اليوم، العراقيون ينتفضون بين فترة وأخرى، يخرجون للمطالبة بحق، لكن آلة القمع قوية يا أخي. يعني أنت لا تنسى. نعم، التظاهرات 1% عزيزي الغالي، لازم الشعب كله ينتفض، الشعب يصير مثل الشعب المصري. الشعب المصري شعب طيب، لا يوجد عنده لا مرجع ولا. طيب انا اشكرك يا سيد ابو محمد من بغداد، وضحت الفكره. لا توجد مقارنه بين الوضع في العراق والوضع في مصر. مربط الكلام بحضرتك او النقطه اللي تريد توصلها هي اراده الشعب، كلام صحيح، واراده الشعب فوق كل شيء، وتستطيع ان تغير كل الاحداث. لكن للأسف الوضع في العراق هو أنه هناك عالم بأغلب دوله موافق على حكومة الفاسدين الموجودة في العراق، أو حكومات اللي اجت بعد الاحتلال، راضي وموافق وداعم ومساند لهذه الحكومات الموجودة. مصر صارت إرادة شعب، نعم، لكن صار تغيير أيضا، كان هناك إرادة دولية بأنه يصير تغيير. نباوع على سوريا، لا، الإرادة الدولية رفضت أنه بشار الأسد يروح، فقادت البلد إلى الدمار، وسمحت له أنه يستخدم آلة القمعية الحربية ودمر بلده ودمر شعبه. وبالعراق نفس الشيء، مدعومين ومساندين من العالم. إرادة الشعب تستطيع أن تغير، لكن يجب أن تتضافر كل الجهود. فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل المتبقية سريعا مشاهدينا الكرام. لدينا، السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام: من المعيب تدعى الحكومة، تدعى حكومة هذه بؤرة فساد مكونة من مجموعة لصوص وقطاع طرق وتهريب مخدرات وأعضاء بشرية وجنود هاربين من الجيش السابق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وهذه المجموعة الحرامية محسوبين على الشعب العراقي، تدربوا على يد الإيرانيين. في رسالة أخرى، في رسالة أخرى: السلام عليكم أخي، أطالب بالعفو العام. والله أنا أخويا صار 13 سنة وما عندي بس هذا الأخ، وملينا من السيدة أم أنس من العراق، ما مذكور من يوم بالتحديد. زهراء من العمارة بعد التحية والسلام تقول: ميزانية العراق صرفوها على إيران وصرفوها على المشاريع، بس اللي سمعنا باسمها وما شفناها. وزارة الصحة عندهم فلوس مو ما عندهم، بس ضاميها وما يعرفون شو يشترون أجهزة للمرضى. في رسالة لدينا: السلام عليكم، فاتن من ألمانيا تقول بعد التحية والسلام: أنا أظل أقول خلي يقطعون الرواتب مع المتقاعدين اللي عايشين بالخارج، مو هذول يأخذون راتب بالخارج، ليش يأخذون بالعراق؟ وبالخارج خلي يقطعون التقاعد مالتهم ويعطون للشعب اللي يعيش بالعراق. طيب، هذا بالنسبة للناس اللي عايشة عندها تقاعد، عندها راتب برا وعندها راتب بالعراق. مو كل المتقاعدين يعني يجب أن يتحملوا ما تتفضلين به. هناك من قدم خدمة لهذا البلد بعشرات السنين
وفنى حياته شبابه كله وعمره بخدمة هذا البلد، وطلع على التقاعد ومن حقه أنه يستلم راتب وما حد له علاقة أنه شي يشتغل بعدين. لكن أكو مزدوجي جنسية اللي يأخذون بلا أدنى وجه حق وبلا قانون، يأخذون رواتب على الخالي بلاش من العراق، ذول اللي نعم المفروض تقطع رواتبهم. العفو العام مطالبنا هاي اليوم، المظاهرات نريدكم تعرضوها. في رسالة لدينا عباس بن السماوي يقول: بعد السلام والتحية، نطالب من خلال قناتكم رئيس الوزراء أن ينظر إلى حال السجناء وحال الأمهات، كافي وعود كاذبة من 2003. رسالة لدينا أبو مريم من بغداد يقول بعد التحية والسلام، يقول: أقول لهذه الحكومة وهم ليسوا حكومة، هم كذا كذا، حرقوا العراق من أجل إيران وهم أخطر من فيروس كورونا على العراق. هل أموال العراق قليلة عندما يقطعون من رواتب الموظفين؟ هذا الوباء هو جند من جنود رب العالمين وسيقضي على هذه الحكومة بكاملها بالقريب العاجل. رسالة لدينا تقول إحدى المشاركات: أنا زوجي سجين بسجن التاجي، حارب من بداية الحرب 2014 ولغاية 2019، أخذوه وصار اتهمته 4 إرهاب وصار سنة ونص بالسجن وبعدها ما محكوم. آخر الرسائل، رسالة طويلة جدا، أعتذر عن قراءتها. طيب، فيما تبقى من وقت، هو الوقت انتهى طبعا، لكن بس نود أن نقول مشاهدينا الكرام أن العراق دخلت أموال ما دخلت للدولة الحديثة اللي تأسست ب 1920 لغاية اليوم، لغاية 2003. الأموال اللي دخلت من 2003 لغاية اللحظة 3 أضعاف اللي دخل للعراق من 1920 لغاية 2003. الأموال اللي دخلت للعراق أكثر من تريليون دولار أمريكي، يعني لو نباوع على المشاريع، دولة عربية جارة، المملكة العربية السعودية باختصار، المملكة العربية السعودية دولة جارة، دولة قريبة، قامت بمشروع 100 مدرسة، 100 مدرسة، مشروع بناء 100 مدرسة على الطراز العالمي. كم تكلفة هذه المدرسة؟ هذه المدرسة تكلف 11 مليون، كل المدارس ال 100 مدرسة تكلف 11 مليون دولار أمريكي، 11 مليون دولار أمريكي، 100 مدرسة مجموعهن توسع ل 100 ألف طالب وطالبة. العراق ب 2000 مدرسة طينية، 2000 مدرسة طينية لغاية هذه اللحظة بحسب الإحصائيات الحكومية. وتحدثنا عن موضوع المستشفيات، يعني تريليون وأكثر من 171 مليار دولار، وين راحت؟ ما حد يعرف، والآن احنا متجهين إلى الاقتراض. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.